عز إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن بقوله سبحانه وتعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى. لا، أنا ما بتخلى. سئل الحسن البصري الله يرضى عنه الشيخ محمد الحسن البصري، شو كان يشتغل؟ طيان، نجار، كان عالما. من كلامه لازم نعرف ما هو. يقول: إنا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. فماذا نصنع والحال هذه؟ شو عندك دواء؟ فعلا في ناس اذا جالستهم بيصوروا لك انه انت ما عاد في دماغ غير جهنم، تقع بالخوف، واحيانا تعمل لك نكسه بدل ما تمشي لقدام تمشي لورا. الله يرضى عن شيخنا حط الامل بالميؤوس منه. سكرجي، خمرجي، عوانطجي، اذا بتوب كل دول بنحي لك يا هون بجعلك من الجنه. فقال: والله انك ان تخالط اقواما يخوفونك حتى يدركك امن خير لك من ان تصحب اقواما يؤمنونك حتى لا يدركك الخوف. هذول عم خوفوك يا سعادتك بيهم، عم بيحذروك من ان تقع بامر ما عم بيخو لك الحبله حتى تزحلق وتعال بالبير بعدين تعال خلصان. عم يحطوا لك شبكات حتى ما تصل عند البير ولا تشلل بالبير. البير قديش مساحته؟ تعرف شيخ محمد
يعني مترين، الآبار كانوا يفتحوا 12-15 متر، ومن غير تصوينة ينزلوا فيه 20 متر، ويعملوا قاعدة ويحطوا الموتور تحت 20 متر، والمضخة بعد 30 متر. هاي ما مرت معكم، يمكن لحد هلا موجودة. الآبار القديمة عندك من النشابية لبعد العتيبة، قديش في آبار هنيك على المستوى. يا مغنمات وعوب البير، بقرات وعوب البير، طالعوهم لأنه واسع إلى حد 20، بعدين أرض، بعدين مثل 30 رخر، وصل المرحلة يحبوا 300 متر ما يطلع لهم إنش مي. الزمن عم يدور. مع العلم أنا كنت في تلك المنطقة بدي أتوضع، حفرت بأرض الديار شبرين وتوضيت. يقول أبو العلاء المعري: إذا فزعنا فإن الأمن غايتنا. إذا خفنا من واقعنا ورجفنا ودخل كون، فإن الأمن غايتنا. يلي بيخاف من الله بيخاف منه كل شيء، واللي بيخاف من واللي ما بيخاف من الله كل شيء بيخوفه. نملة بتخوفه، دبانة بتخوفه، ضلع بتخوفه، ما بالك بأكبر من ذلك. إذا فزعنا فإن الأمن غايتنا، وإذا أمنا فما تخلو من الفزع. إذا كان بأول طريق خايف من المصير وحافظت على حالك وضمنت ما يطلع دولابك عن السكة، فالمستقبل انت مأمن، لا تخاف. اما اذا فلتت معك بالاول فلتت بالثاني، الله يعينك، في لك توبة. أحدهم كان يقول: لو التقيت بإبليس إلي أمل بالتوبة. ما أحلى وما أجمل ثقة العبد بالله عز وجل، وإذا غلط بعدل بصلح. قال: وشيمة الأنس
ممزوج بها ملل. وسيمة الأنس ممزوج بها ملل، فما تدوم على صبر ولا جزع. إذا صبرت يا ترى صبرك بدوم؟ صبر او علي مخلوق والخوف دائم او مقطوع، يجب عليك ان تكون خائفا طيلة الحياة. انزح لي صغيرة تخليك إذا بركة الأشهر ما بتطلع، ما تأمن إلا إذا كان الطريق أمين. لذلك قال: خف الله وارجه لكل عظيمة ولا تطيع النفس اللجوج فتندم. لا تستعجل كثير، معلش تطول بالك، تحمل واستعش صدرك تطلع بنتائج. اما اذا استعجلت كثير تصبح بلا شيء بنوب. وكن بين هاتين، مين بتوقع شو التنتين هذول؟ وكن بين هاتين من الخوف والرجاء. وكن بين هاتين من الخوف والرجاء وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما. وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما. هذول الأبيات ما مطروحين، هذول سبيشال. ما يا شيخ محمد، يعني اذا كانوا مطروحين يعني موجودين معظم الناس بيعرفوهم، اما هذول سبيشال ما بيعرفوهم كل الناس، بالانترنت ما موجودين، والناس بيعرفون موجود بالانترنت. أما اللي ما موجود عندنا من نادر حدا يعرفه. الشيخ زاهر مارين معك هذول الأبيات، الشيخ زاهر عايش على الإنترنت ما بيعرف الكتاب ولا تعلم يفتح كتاب، بس على الإنترنت. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وين؟ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مع مين؟ قال: بأيدي سفرة كرام بررة.
الله عليه وسلم بالمعترضين. هل النبي السيد محمد محبوب لدى الله عز وجل؟ فاللي بيحب الثاني على غلطة صغيرة بيعاتبه أو بيسامحه، فلماذا عاتبه؟ قال ليعلمنا الآن بعد وفاة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 400 سنة بدي يعلمنا إلنا أحب الخلق إليه ما سمعت بغلطة. لا تظنوا حالكم انتم ما شاء الله حولكم، يعني انتم تسامحوا ويتجاهل عنكم، تستخفون وتسألون على كل صغيرة وكبيرة. وأحب المحبوبات إلي ما سامحته وغلطة صغيرة، ولكن هل الخطيئة كانت مع ربي أو الخطيئة مع الخلق؟ الله انتصر للخلق؟ لا، بل أراد أن يعلم كل إنسان. أحب المخلوقات إلي أنا ما سمعته، وكشفت على رؤوس الأشهاد عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مين أنتوا حتى تنبذوا بكرة؟ ما هذا المعنى؟ مجبتك بتتبسير مختص بالتفسير، موجود عندك بالتفسير. بعد عتاب على عبوسه ووجهه عبد الله بن أم مكتوم بسبب انشغاله مع أئمة قريش، أعقبه بقوله كلا. أخذوا يقتني مرة، إنها تذكرة. أم ذكرك تذكير حتى البشرية بعد منك ما حد غلط نفس الغلطة؟ بيجي لعند الشيخ محمد بعد قرار لأنه جاي لعندك، قل له ماله فاضي مشغول. قلت لك هيك شي مرة أنا أشغى محمد ما عملت له. لكن كثير ما يأتي للإنسان سائل غريب قريب، والله أنا مشغول ما فاضي، سأل غيري شو قاسم تعمل أنت ما بتعرف. قال هذا كلا ردع وزجر عن معاودته مثل ذلك الفعل، إن الوصية بالمساواة بين الناس تذكرة. يعني كلمة
يعني هذا غلط. خليك تعمل تساوي بين المخلوقات مشان يتعلوا فيك ويحبوك. لأن القرآن الكريم يأمر بهذه المساواة. فالقرآن الكريم ذكرى وتذكرة لمن عقل يتدبر به عواقب الأمور. يعني تعود الأمور إلى العقل. هل كل منا يعقل؟ ما بعرف. هل كل منا يعقل؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى من لم يتذكر. لمن كان له قلب. الذي ليس له قلب هل يتذكر؟ أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها تذكرة فما شاء ذكر. يعني وضعنا لكم هذه القصة بالقرآن الكريم ليتذكر المسيء، ليتذكر المخطئ، ليتذكر الناسي، ليتذكر الجاهل. ما هي الغاية؟ إن القرآن تذكرة، فالتذكرة تكون لمن عرف ونسي. عرف ونسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بهذا التشريع، ولكن الله تعالى ذكره به فعاتبه. يعني وعلمنا بأنه حاسب وعاتب أحب الناس إليه. والذي ينتظر بالذكرى صاحب القلب الحي. صاحب القلب الحي ينتبه بالذكرى. صاحب القلب الميت ينتبه بالذكرى. قد ينذر بالذكرى من كان حيا. ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا. ما هو المقصود في الحياة؟ يعني اللي بيمشي بيروح بيجي هذا الحي. هذا الحي شيخ محمد. أو المقصود من كان حيا عنده حياة العقل، حياة القلب، حياة الإيمان، ينتبه
تذكرة، قد يسمع تذكرة، يعني نايم يصحى، ودي سهيان ينتبه، ذكرى إنها تذكرة. هنا الآية الكريمة تعظيم لشأن القرآن، سواء قبله سواء قبله هؤلاء أم لم يقبلوا. القرآن أتى بالذكرى والموعظة، من رضي سار عليه ومن لم يرضى أعرض، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. يعني حياة عذاب، ونحشره يوم القيامة أعمى، فيقول ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيأتيه الجواب كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هون بعض المفسرين يقول إذا حفظت الآيات ونسيتها، بعض التفاسير يقول إذا حفظت الآيات ونسيت العمل بمقتضاها. قال وللتذكرة موضع في القلب، فإذا كان القلب طاهرا استفاد من علوم وأنوار القرآن. هذا رأي ثالث، استفاد من القرآن ومواعظه. هذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، بجوز واحد يحمل المصحف وهو على غير وضوء، والطهارة هي الوضوء، بجوز يا محمد داجة بجوز يحمل القرآن وهو على غير طهارة، أبصي لا يمسه إلا المطهرون. فإن كان القلب غير طاهر فلا تنبت فيه العلوم ولا المواعظ، ويصبح فارغا ساهيا لهيا. يا ترى أكثر الناس على هذا المستوى غافلا ساهيا لاهيا؟ بل القرآن قال كلا أوعك الساوي، إن هذا القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره. هون أصحاب التفسير يقول من شاء أن يتقرب إلى الله يذكر كتاب الله، وعليه تلاوة كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. أهل التصوف قال
يفعلون قصدا. فإذا كان القلب غير طاهر، إذا لم يكن القلب طاهر ذاكر، فلا يدخل إليه أنوار القرآن. لذلك فلا يثبت به العلوم ولا المواعظ. يستدل من هذه الآية التحقق بواجب الأمر والنهي عن المنكر. هاد على مين يا ترى؟ هاد على المشايخ أو أساتذة اللغة اللي حملوا الدكتوراه أو أساتذة القرآن أو أساتذة الفيزياء والكيمياء؟ مين المكلف بتبليغ القرآن؟ اختلفوا. بعضهم قال أهل العلم يعني المشايخ هم المكلفون بتبليغ القرآن، بعض الكتب قال لا، كل عالم يستطيع أن يستوعب القرآن هو مكلف بالتبليغ. أرى أنا لو سألتوني أنت شو رأيك، يعني غير المشايخ مكلفين تبليغ القرآن أو فقط المشايخ؟ أنا أقول الأم في منزلها مكلفة بحفظ بعض الآيات وأن تبلغ أطفالها الآيات التي تعلمتها، وتبلغ إخوتها ومن يلوذ بها، وهي مكلفة بالتبليغ. والرجل في البيت مكلف أن يبلغ أولاده ومن يلوذ به، بمعنى أنت صاحب محل مكلف عمالك كلهم تبلغون القرآن، زبوناتك اللي بيجي بيروحوا أنت مكلف تبلغون القرآن. إذا ما كان 100% يكون 60%، 50%، 40%، أما مكلف تبلغ. شيخنا الله يرضى عنه حكى عبارة بالدرس، قال يا ابني اخرسوا مع الحسين بقوا كتاب الله، ما حدا بحدا. أما من المبلغ؟ هل الزبال مكلف بالقرآن أو صاحب المحل أو اللي حامل دكتوراه أو أستاذ الابتدائي؟ مين مكلف؟ التكليف عام. فإذا أنت اعتبرت حالك مكلف ببيتك بتبلغ على قدر مستواك، بتكون أنقذت نفسك بين يدي الله عز وجل مما أنت فيه. أما إذا أنت يعني أنا مكلف بهالحارة بس بحكي معهم من غير الزبين، والتاني قال له أنا كمان مكلف بهالحارة وأنا كمان مكلف، بدنا كليتنا نحن نجي على جامع واحد
وتصير كل ليلة مكذبين بها الجامع. لا هذا غلط. انت بالجسر محلك يا ابو البطل، ما هيك؟ اذا اجل عندك ضيف على الجسر بامكانك انت ان تذكره بالله من منطلق الحاجه اللي هو جاي يطلبها منك. اذا رحت على المعمل دخل عليك ضيف مكلف تبلغه كتاب الله، انت مكلف لأنك علمت كتاب الله. أما اللي متحكي ما مكلف لأنه ما بيعرف. أنا عامي ما خزم لي ندرس وطلب علم متعلم الناس لصير عالم، ساعتني عامي على عاميتي ماشي حالي من القلة ما لي قلة. إنها تذكرة. يستدل من هذه الآية التحقق بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر على من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مين المكلف؟ المحامين. في حدا محامين مكلفين؟ المحامين اذا شافوا المصاري مجدت حتى بدعواهم ما بنشوف بينيموها، مشان نقول لهم تحصل جيت اعطونا دفعه ثانيه. إذا أطباء مكلفين بالتبليغ. مين الأطباء؟ شيخ محمد طبيب أنت؟ يا شيخ محمد طبيب أنت؟ ما أنت الطبيب. مع بجامع بشار عم تعالج امبارح، ما طبيب انت عم تعالجه، بس الطبيب اللي بجسد المفصل هذا بيعرف يعالجون، فانت بتعالج اكثر منه. واذا بدك بجيب لك دليل حكيم. كم واحد انت من شهرين لهلا تاركين صلاه خليت نصلوه؟ مش حاطك مختصاصه. اما شيخ محمد اختصاصه كم واحد؟ والله لا ادري. بكل جلسه من الجلسات شو الله بيفتح، شو بيجري على لساني، حاجه جلسائي. انا والله جاهل لا اي شيء. والذي يجري بأمر الباري يجري. ما عندي شيء. شيخ محمد بيقول أنا فقير ما عندي شيء. يدي الله قاسم له السعادة. بيقسم لي السعادة معه بيجري الخير على إيدي. واللي بيصير عنده الخير بغير إيدي أنا ماني مسؤول عنه. بيكون عطاء إلهي، الله عطايا أنا دخلني. قد وتذكير الناس وبذل النصح لهم كما وصف سبحانه وتعالى هذه الأمة بخير الأمم.
يعني هذا كلام في عليه تعليق؟ خير الأمم انتو، وين الطيارات اللي صنعتوها؟ وين بارجات السحاب؟ شو زاويتو انتو؟ نحن اللي عم نشغل، ونحن اللي عم نبدع، اما انتو عم تعرفوا تحشو كوسا. تعرف تحشي كوسا شيخ محمد؟ نحن كعائلة ما بتوقف قدامنا طبخة، لا بالداخل ولا بالخارج. يعني الله يرحم أمهاتنا علمونا. أما الجيل اليوم ما بيعرف بيغلي كاسة شاي. ماما أنا مالي فاضي، أنا عندي دراسة. ماما عم تزور زاويه من الألوان. ماما أنا ما بعرف. هو ما عم يدرس عن موبايل ما فيه. هذا بار ولا عاق؟ إذا أمه طلبت منه غرض وعن موبايل ما فيه وما لبى نداء أمه، بار ولا عاق؟ احكموا عليه انتو. توافق معي شيخ محمد عاق؟ هي أكبر أو كلمة لا؟ كلمة لا أستطيع يعني شيء ما نعني، لكن أنت قادر ما عندك شيء وشغلك رفيقك عن أمك، ليش وحياتك بقى؟ حياتك ولا عدا مأولى؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكير الناس منزلتهم عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه، والنصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح. وتكون النصيحة لله سبحانه وتعالى، وذلك بصحة الإيمان به والإخلاص في عبادته. عن تميم ابن أويس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين شو الجواب؟ النصيحة. عماد الدين وقوامه النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله تعالى، أن تكون خالصة لا يشوبها مصلحة، ولكتابه بالعمل بأحكامه والتزام أوامره
وتلاوته ولرسوله بالتصديق برسالته والتمسك بسنته ولأئمة المسلمين أن تكون النصيحة لكل من يلي الأمر من إمام المسلمين والوالدين والعلماء ذلك بإعانتهم على الحق وطاعتهم بغير معصية. أي مخلوق شراكع الآنين بدون بق الشركي بوت حل بيناتهم، هاي المحاكم ما كانت سابقة، كانوا اثنين من أمنية القوم يحلوا مشكلة أرضها تنقضى كل واحد بحسب ايده، هيك كان بالماضي. اليوم المحاكم بتعلعل، وقد ما بتعلعل المحاكم ما بتطلع بنتائج. اذا كنت مالك مصلحة تصلح بين اثنين سواء كانوا زوجين او اخين او ابو وابن او 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 او، اذا انت اصلحت بين اثنين شو لك اجراء؟ اظن اكثر من خروف، وقتا خروجك تمام. وأن تبلغ كل مخلوق بالتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. كان يجلس في مجلس العلم، كان يحب أن يلتقي الصحابة معه، أو بيحب يجلس لحاله والصحابة يستقبلوه. كان يسمعون الشيخ محمد أخذ هذا من سيدنا رسول الله، أبي حاول يسمع الناس بقدر أخر. يلعب سنة على بزاوي. ولو كان كل منا يسمع ويعمل شو بيمنع امرأة شافت ولد عمره 20 سنة غلط قلت تعرف ما مات يا ماما هذا غلط، وإذا سويت الصواب إلك أجر عند الله، وإذا سويت الغلط إلك وزر عند الله. فماما أنا بختار لك الأجر ما بختار لك الوزر. بجوز المرأة تحكي مع شاب عمره 12 سنة، يا ترى لو الشاب شافه بينصحه؟ عنا سببين. الأول، ما رزقنا صحبة المعلم المربي لنتعلم كيف ننخل الناس وكيف نعالج الناس. والأمر الثاني، ما قدر لنا أن نكون من هؤلاء. هؤلاء لحالهم ونحن لحالنا نعمل فاصل بيننا، فصلنا بين المسلمين والمؤمنين، لا سيما قبل
70 منجنه. الشافعي ما بيصلي ورا الحنفي، والحنفي ما بيصلي ورا الشافعي، والمالكي ما بيصلي ورا اثنين، واثنين ما بيصلي ورا المالكي. هذا كان في الماضي، اليوم أزيل الحمد لله. حتى أزيل حنفي وشافعي ما عاد له وجود. الطلاقة المتعلمة كلها متعلمة بالجامعة، وبالجامعة بيعطون لأوطات من الحنفي ولأوطة من الشافعي ولأوطة من الحنبلي ولأوطة من المالكي. أنا حاولت أعمل دراسة. الأستاذ اللي عم يدرسهم ما استطاع يجمع غير لأوطات، عم يعطون لأوطات ربي حفظه والسلام عليكم. أما جيب أستاذ بالجامعة ناقشه بكتاب الفقه من البداية للنهاية ما في حدا، ما بيعرف يطبع حكم على الحكم. بس هو أخذ الدكتوراه وتعبى راسه ما عاد يعجبه شيء. الدكتوراه بترفع ولا بتنزل؟ أنا أخذ دكتوراه والله ما رفعتني شيء ولا نزلتني، بقيت على ما أنا عليه. لكن الدكتوراه كبرت دراسة ما عاد يعجبه حدا، صار هو الفهيم وكل الناس ما بتفهم. هذا مسكين وقع بغلط لا يقدر بثمن. نسأل الله العظيم العفو والعافية. قال وجماعتهم بإرشادي، بإرشادهم بما في صلاح، بما في صلاح دنياهم وآخرتهم. إذا كل منكم مكلف بالنصح بكل البشر، مكلف ينصح بقدر ما تستطيع. ما لك مكلف تطلع على المنبر؟ لا 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 لا، المنبر اتركه لصاحب المنبر، انت فقط مكلف بالتبليغ. فإن بلغت فأديت لصاحب الحق حقه، وإذا ما بلغت فأنت مؤاخذ ومسؤول بين يدي جبار السماوات والأرض، بل وبين يدي الخلق. اجتمعت في جهاز عمره 40 سنة، ليش ما عم صلي؟ قال لي والله أبي ما علمنا الصلاة. منين الشيطان فايت عليه؟ إنه أبي عمره 80 سنة ما بصلي. كان راح أسألك سؤال، انت متجوز؟ قال لي ايه. قلت له اذا مرتك ما جابت اولاد بتقول على ابي جوزني وحده ما بجيب اولاد؟ لما بتلجا للطب شو الطريقه لحتى تجيب اولاد؟ قال لي لا بلجا للطب. قلت له اذا ابوك ما علمك ما بتلجا لاطباء القلوب؟ ما بتلجا لائمه مساجد؟ لأنه علموني، لأنه أنا وعيت أبي ما عنده عريق. قال لي والله شيخي معك حق، بس والله نحن الدنيا كلها شغلتنا، يعني الدنيا شغلتك أكثر من أبوك. قال لي يعني هيك شيء؟ قلت له أنا وياك تعال نتعاهد
نعمل لنا جلسين ندعي لنا شي شيخ نتعلم ديننا. قال لي امتى ما بدك يعني انا فاضي. شوف المقلب وين؟ رد عنده قلت له بكره اني ساعه فاضي. لنرتبط موعد مع الرجل ولو يعني تعلم. قال لي شو بكره؟ بكره التنين. والله ما عندي فراغ. طيب الثلاثة؟ قال لي ما بعرف ما عندي وقت. الأربعة؟ الخميس؟ الجمعة؟ قال لي خليها الجمعة الجاية. هو قال بده يتعلم لكن لما أنا دخلت فات قبل مني ابو مره. قال لك اوعى اسمع كلامه، هذول راح يطالعوك من الجحيم للنعيم. فالشيطان ارجى الجحيم نعيم والنعيم جحيم. قال له اوعى اسمع الكلمه، اوعى ترمح هون. سوفني ثالث مرة، سوّبني رابع مرة، سوّبني خامس مرة. قال لي أنا لا بدي روح ولا بدي يجي. قلت له لا تعترض على أبوك، ما بيصلي أبوك بدي روح لجهنم بدك تحاول. قال لي هيك برد بشيء؟ قلت له إذا ما تعرفت على الله بأوجدك من العدم بلعب طعمي بصحيح بحركات. قال لي نفس الله شو بيساوي؟ قلت له إذا الله بده يساوي شغلة بعث لك عسكري. لا تراه العيون، ما بيساوي لك شيء، بيعمل لك هيك بشل لك حنكك، تلحق ايدك ورجلك. قال لي الله ما بيساويها. انا بامل انه الله ما يساويها. بعد ثلاث اشهر رحت لعنده مصاب بالشلل الشقي. قال له شو رايك هلا نصلي؟ قال لي لا بدي ابر ان انطبي، انا بابلي بدي صلاه. اذا الانسان مسكر عليه بابواب الخير لا تجادل معه كثير، سلم الامر لصاحب الامر. واذا لقيته تجاوب معك حطه بعيونك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمني وإياكم بسعادة الدارين، وأن يعطي كل منا فوق سؤله فضلا منه وكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وصل صوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم.
ثم صداقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم. رحمهم الله، أنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا غير ذلك فاحفظهم في فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهل الحق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.